حقائق عن الإنسان. تتسع العين بنسبة حوالي 45% عندما ينظر الإنسان إلى شيء يشعره بالفرح والسعادة. تزداد احتمالية رؤية الكوابيس في المنام عند النوم في مكان بارد، كما أن الأشخاص الذين ينامون على ظهورهم معرضين لرؤية الكوابيس بمعدل 10 مرات أكثر من الأشخاص الذين ينامون على أحد جانبيهم. تمتلك الإناث حاسة تذوق عالية تفوق حاسة التذوق عند الذكور. يوجد في جسم الإنسان نسبة من الحديد تكفي لصنع مسمار يبلغ طوله حوالي 7.5 سنتيمترًا، يفوق التفاح القهوة من حيث جعل الشخص أكثر قدرة على الاستيقاظ والتركيز. إن الإنسان لا يستطيع أن يعطس وعيناه مفتوحتان، وإذا حدث ذلك فإنهما ستنفجران، وقد يتسبب العطس في انفجار وعاء دموي في الرأس أو الرقبة، وبالتالي الموت، وذلك إذا حاول الإنسان كتم العطسة. شكرا للمشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.